ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر قضيبية. في بداية الاجتماع هنأ المجلس حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة بعد أن أدوا مناسك الحج، سائلا المولى عز وجل أن يكون حجهم مبرورا وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما وفرته من أسباب وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج لا سيما من أبناء مملكة البحرين. كما هنأ المجلس السعودية ملكا وحكومة وشعبا بالنجاح الكبير للجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام، مشيدا بما قدمته من تسهيلات وخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم. بعدها رحب المجلس بحصول مملكة البحرين على جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج عام 1444 للهجرة ضمن جائزة لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا المجلس أن هذا الفوز والإنجاز المتميز جاء نتاجا للجهود المشكورة لبعثة الحج البحرينية وتميزها في خدمة الحجاج من مملكة البحرين. بعد ذلك أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والسلامة العامة وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تقديم مختلف الخدمات الحكومية الحيوية خلال عيد الأضحى المبارك، ثم وجه المجلس لاستمرار الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية في مختلف محافظات المملكة وتشديد الرقابة على العمال المخالفين لأنظمة سوق العمل. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرة التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بتعديل مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتعديل المادة الأولى من المرسوم الخاص بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وشركة سامسونج جلب للإلكترونيات، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إطار عمل بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وكلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية وصندوق الوقف بمصرف البحرين المركزي، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الإعلام العربي، المشاركات الخارجية والمقررة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال الشهر الجاري.